الدراسات الاجتماعية مادة لذيذة ومسلية، وفيها دائما منهج دراسات هنزيع في كل القنوات، لعب بجد وكمان أناشيد، منهج حلو وكله جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن العصر الروماني. أولا، ازاي الرومان دخلوا مصر؟ في الفترة اللي ضعفت فيها دولة البطالمة بدأت الإمبراطورية الرومانية في الظهور، استطاعت السيطرة على معظم دول البحر المتوسط، ودخلت مصر عام 31 قبل الميلاد بعد هزيمة الملكة كليوباترا آخر ملوك البطالمة وحليفها أنطونيوس. نتكلم عن أشهر ملوك العصر الروماني، أكتافيوس وقسطنطين الأول. هنتكلم عن أكتافيوس، أصبح إمبراطورا بعد يوليوس قيصر، لقب بأغسطس قيصر. احترم عقائد مصريين، قدم للآلهة قرابين. أهم أعماله اهتم بالزراعة وشؤون الري والترع والمصارف، وأعاد بناء الجسور. يلا بقى بينا على القائد أمين، اسمه القائد قسطنطين. يلا بقى بينا على القائد أمين، اسمه القائد قسطنطين. أصدر لنا مرسوم ميلان عام 313 ميلاديا. ألغى العقوبات على من يعتنق المسيحية، اعترف بالديانة المسيحية، جانب العبادة الوثنية، أعاد أملاك الكنيسة المصادرة. ودي كانت نقطة تحول في تاريخ المسيحية، لأنه أنهى عصر اضطهاد المسيحية. أهم ما خلفه الرومان من آثار وفنون في مصر: 1- حصن بابليون بالقاهرة. اختير هذا الموقع للحصن لأنه يتوسط مصر بين الوجه البحري والوجه القبلي، وبذلك سهل على الرومان السيطرة على أي ثورات ضده. 2- عمود السواري بالأسكندرية، يعتبر أعلى نصب تذكاري في العالم. 3- معبد رأس السوداء بالأسكندرية، بناء مكون من طابقين، السفلي للعبادة والعلوي للسكن. 4- المسرح الروماني بالأسكندرية، أقام الرومان المسارح للاحتفال بالأعياد الدينية وأعياد الإمبراطور. 5- تمثال الإمبراطور الروماني هادريان وتاج أحد الكنائس القديمة. أسباب انهيار الحكم الروماني في مصر: 1- حرم المصريين من الاشتراك في حكم بلادهم. 2- إساءة الرومان معاملة المصريين. 3- الاضطهاد الديني الذي تحول بعد ذلك إلى اضطهاد مذهبي. 4- فرض الرومان على المصريين أنواع متعددة من الضرائب. 5- ثورات المصريين ضد الرومان، وأهمها ثورة الرعاة في الدلتا. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرنا بعون الله، منهاجنا تقوى. سرنا بعون